هنسيب هنسيب الصمت ده ولا اه اه هنسيبه <applause> مش عارف لا هنسي... هنخلي الناس تقلق شويه مش عارف نسيبه ولا لا هنسيبه فور بس لو. الحلقه بايظه لا يعني... بح... اعتقد حتى لو الحلقه بايظه كده كده الناس هتسمع هو مين دو انا ماشي ايه في ايه؟ ما هوز ليسننج تو دي شي يا عندنا داي داي هارد فانز اكتر من فيلم داي هارد فانز بتوع داي هارد اه خياني يا جماعه احنا بقالنا كتير انا مش بنسجل يس عشان احنا كنا عاملين كنا عاملين انقطاع كنا عاملين, كبوكي. كنا عاملين كنا عاملين يعني بس كبوك. انتوا مش هتحسوا بانقطاع عشان تمام يعني اكتشفت حاجه ان انا لما بسمع حلقاتنا اكتشفت ان انا في حاجات كتيرة قوي مش بسمعك وانت بتقولها وببقى متضايق ان انا مش بسمعك يا اما عشان احنا بنتكلم في التليفون يا اما عشان انا سيلف ابزورب سيلف انفولفد اه انت عارف لما كل ما بفتكر كلمه سيلف ابزورب دي اتوقع ان في حد لو زي نبات مثلا اه شافط نفسه عندي بعمل فوتوسينسيس بعمل فوتوسينثسيس سينس سينسيس المهم رمضان رمضان جينا احنا في العادي مش بنعمل اي ابيسودز في رمضان بس رمضان ده قررنا ان احنا نعمل حاجه مخصوصه اللي هو ان احنا هنعمل 3 حلقات <applause> مليانين شتايم بس <applause> وعري <هو> <applause> لا لا الحلقة اللي انتوا بتسمعوها دي وفي حلقة تانية هتنزل مع سبيشال <applause> جيست وفي حلقة تالتة هتبقى اكسكلوسيف ل ساندوتش بلس فعمرها وعمرها ما هتنزل فور فري عادي اه <applause> زل قوي قرف طب بس ان هو الكولا ساندويتش بلس عشان هما بدل ما يجي لهم اربعه كولا بايت هيجي لهم وان سبيشال ابيسود كامله عشان تبقى ايه يعني فاهم عشان رمضان في مصر حاجه تانية مع انه عادي حاجه عاديه يعني حاجه اولى يعني هو كان رمضان كان ايه عشان يبقى حاجه تانية هو ده السؤال مش عارف ايه ايه ال ستاندرد. ايه الكنترول اكسبيرمنت كان شوال يا شوال علينا المهم فاحنا الحلقات بتاعت رمضان هنحاول ان احنا نقلل هلس كليرلي مش عارفين لا لا مش صعب قوي عشان المشكله ان انا بقالي كتير بقالي كتير مش, بنسجل فانا حاسس ان في حاجات كتير عايز احكيها وكلها حاجات متخلفه المهم ف... فاحنا هنحاول نعمل كوالا سين واتش سبيريتشوال انا جيمي وانا فاروق

ولا ساندويتش بودكاست 100% <تصفيق> 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 ماشي احنا اعتقد الفكره دي جات لنا اعتقد الفكره حلوه يعني اعتقد الفكره حلوه عشان انا بحس ان هم احنا احنا بنفتقدكم في رمضان وانتوا اي ثينك بتفتقدونا برضو هم مين دول؟ لا برضو. الناس فهنحاول على قد ما الموضوع يبقى سبريتشوال بس ديفنتلي هيبقى فيه هزار في النص عشان وي كانت هيلب اتس ان ابلود اتس ان ابلود ان ان لا لا تخيلوا في هزار اليوري يعني طيب في اليوريا، ما يوريا، هنحط لك يوريا في اليورن يوريا يوريا أعتقد إن السبيريتي حاجة مهمة بس أعتقد إن هي أو اللي هو الروحانيات أعتقد إن هي حاجة مهمة، لا قصدي إن هي هنحاول نتكلم عن أور أون جيرنيز أعتقد يعني أم ماشي بس أنا عشان أنا مش عارف أصل إتواز يور أيديا فكرتش أه ماشي <applause> انا حسيت ان هي انا آه حاسس ان انت يو شود ليد ذا واي وانا هفهم بيزد انت انا مش عارف انا مش عارف ايه ليد إيه انا حاسس ان احنا محتاجين نتكلم عن معنى السبيريتشواليتي ريليجن احنا عملنا ايه هل عرفنا نحل حاجات ولا لا اوكي اعتقد ان <تصفح> هي صعبه اعتقد ان هي منطقه صعبه مش اعتقد في ناس معديينها يعني ممكن يكون ناس بيسمعوا اللي هو تمام يا جماعه احنا تمام معديين ده بس انا, أنا حاسس إن, ان معظم اللي او مش عارف ليه I'm going out of, out of my mind أنا أقول كده بس أنا عايز إن الكل اللي بيسمعونا didn't find their way <applause> بجد؟ ليه ليه بتقول كده؟ مش عارف أصل بحس إن إن إحنا ملجأ لل للي تايه which is a nice thing بحسها يعني بحس إن إحنا عملنا كوميونيتي حلو عشان أنا بحس إن أنا وأنت على على قد ما هما بيسمعونا إحنا إحنا بس إحنا برضه تايهين يعني بحس إن إحنا برضه آه oh, for sure even though we have stuff to say بس بحس انه أمم. لا اعتقد ان احنا تايهين مش مش حاسس ان احنا فاوند يعني بس اعتقد ان احنا ممكن برضه نقول احنا ازاي بقينا مش تايهين قوي يمكن بس اعتقد مش مش كل الناس اللي بيسمعونا احنا ملجأ او حاجة حي... مش عارف لا هي دي اسامشن دي ده بحت هو فيري فيري يعني بس ما ان في حد بيسمعنا الفا دوج اللي هو ما <applause> عندناش بنات تنزل بالبي ايوه 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 مش عارف حاسس ان كلنا ما عندناش بنات ما عندناش بنات تبقى بنات ما عندناش بنات تاكل جبنه صيدر احكام <applause> احكام ايوه, أيوة. تاكل جبنه قريش <applause> دكان شحاته تيك تو خالص انا بكره ان في كذا نوع جبنه سبيكينج اوف أنا طب تخيل <تكلمة> ال... لو كان في دين واحد اعتقد ده كان هيبقى لذيذ اظن لو كان في دين واحد كنا هنتخانق ح... ح... برضه هي دي المشكله يعني ايوه بحس صح بحس ال... ال... <تكلمة> بحس حته الفريدم بتاعت اللي هو كل واحد في حته بحسها قللت الخناقات ايفن ده احنا بنتخانق بزياده بس بحس ان دي بتقلل الخناقات اللي هو ان احنا نحس ان احنا مش ماشيين في نفس الطريق بحس ان الفريدم في السكه دي بتخلينا نهدى شويه على نفسنا <applause> معرفش مش حاسس ان احنا بنعرف إيه نهدى على, 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 على نفسنا مش عارف مش حاسس ان في ان في عمر البشريه دي هديت على نفسها حاسس أيوة، ان هو بس في, أي في لو هو كلنا كنا ايه ده هارد واحد تيرا خد سته تيرا دايما <applause> دايما في <applause> دايما في زياده دايما في اكس دايما في اللي هو ده الاقل فينا الاكتر دايما في ده اوحش ده احسن دايما في كومبار مش حاسس ان في عمر بني ادم هادي على نفسه ايوه بس كومبيرد في... تو العالم اللي احنا كلنا ماشيين باليونيفيكيشن بتاع ان احنا ماشيين بلبس واحد وكلنا بنفس اليونيفورم كده اظن الخناقات هتقل ايه اظن الخناقات هتزيد مش عارف يعني حاسس ان ده كلام اشتراكيه قوي هنخليه هنخليه العيد الكبير <applause> لا لا <برضو> <تصفيق> 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 المهم <تصفيق> المهم يعني <applause> بعيدا عن كل <applause> في حاجات اهم انا انا بكره فيها ان في انواع جبان كتير <تصفيق> <تصفيق> يعني عشان هو ايه اللي الحق... يعني ايه اول جبنه اتعملت ازاي في انواع كده في أنواع... انواع بقر كتير قوي ما ان هي دي اعتقد صغيره قوي فاهم يعني تفتكر مثلا جبنه الشيدر من لبن المعيز وجبنه الرومي من لبن الرومي <applause> لبن الديك الرومي قاعد <applause> ديم طب انت لما بتسمع كلمه سبريتشواليتي دلوقتي ولا اقول انا ولا انت تقول اه لا قول انت ما انا مش عارف انت لما صعب طب خلاص اسالني اسال طب اسالني اسألني اسالني اسال لا أسأل لا أنت اسأل, انت عشان انا عايزك بص اصل انت لو اي انت ليد انا هعمل هوست سيتويشن حالا هوست سيتويشن بس هم كاركترز كلها صايمه هديك بلحه وتمرايه ماشي لو تسمع كلمة spirituality دلوقتي أو لو أنا قلت لك يلا بينا نتكلم عن spirituality أو الحاجة دي في بالك هو uh, by default يعني بريليتد دايما للدين يعني دي حاجة okay. مش هعرف مش هعرف أفصلهم عن بعض يعني أوكي okay. بس ليه بحب أستعمل كلمة سبيريتش إن أنا spiritual أكتر من religious عشان بحس ان انا حته ان انا اقول ان حد ريليجيوس او انا ريليجيوس او اللي هي الكومباريزن بتاعت مين ريليجيوس اكتر من التاني بحس اللي مم. هو ان الكومباريزن دي ملهاش معنى لينا احنا كبني ادمين يعني بحس اللي هو دي حاجه عند ربنا وفعلا ما حدش له دعوه بالتاني اوكي انا ليا بس ان انا ابص لحد اقول ايه ده ده اكتر مني في مخي عشان احس اللي هو ايه ده انا عايز اقتدي بيه عايز ابقى عايز ابقى كويس زيه انا ليه مش بعمل نفس الحاجات اللي هو بيعملها <applause> بس بحس إن دائما بتكلم على spirituality mainly أكتر من being religious بحس إن إن الروحانية دي بحبها عشان هي مش restricted في الدين yes. آه عشان لو انا كنت اتولدت انا دايما بفكر ان ان هل لو انا كنت اتولدت على جزيره ومفيش بقى ولا انترنت ومفيش بني ادمين مفيش اي حد لو انا فعلا alone in this world ومفيش اي حاجه حواليا حواليا توديني للدين <applause> I'd like to think ان ان انا كنت حب الشخص اللي بيتامل اللي هو بيتعامل في مخلوقات اللي مع مش هيبقى فيه مخلوقات بس هيبقى فيه شجر مثلا وارض ورمله وبحر وانا وهبص على جسمي وايديا ومش عارف ايه فبحس ان ان being spiritual is understanding العالم من وجهه نظر من مش من وجهه نظرك انت بحس ان هي دي spirituality ان feeling the world والuniverse بس مش from your uh, eyes, يعني مش حاجة connected حاجة أعلى يعني أو حاجة أعمق آه بحس إن, إن أصل بحس إن كل حاجة connected قوي بالموضوع الروحانية ده يعني بحس ال ال سواء بقى الحاجات الماترياليستيك اللي حوالينا أو أو المخ والأيدياز اللي هي الحاجات اللي مش ممسوكة والتايم نفسه يعني بحس إن إن كل ليفل الروحانيه ليه ليه حاجات يعني في روحانيه اللي هو بتاعت ان الارض احنا يعني لازم نحمي الارض ولازم انا كونكتد بالارض والبحر وحاسس بالموج ومش عارف ايه دي نوع من الروحانيه بحس الليفل اللي بعده understanding الحاجات الانفيزيبل which is your brain and your thoughts بحس بقى الـ 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 الليفل اللي بعده ده هو التايم ان هو الوقت ذات نفسه بحس الوقت ده اكبر حاجه روحانيه الشخص بيوصل لها يعني الوقت حلو ده يا yeah. ايش معنى ايش الوقت عشان بحس الـ 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 الوقت عامل لنا مشاكل كتير <applause> uh <-huh. تصفيق> بحس ان ان الوقت اصلا بنبقى دايما فاكرين يعني دايما الناس بتقعد تقول لما حد بيقول ان كل حاجه مكتوبه ان okay. ان ربنا عارف اللي هيحصل as if we don't have free will بحس ان دي عشان احنا حشين نفسنا في حته انه ان الـ ان التايم بيتفرج على ربنا مش العكس فاهم قصدي ان ان ازف ازف التايم ده حاجه اعلى من ربنا وان ربنا بي التايم معانا بحس ان دي yes. دي yes. غلطه روحانيه من البني ادمين يعني انه لما لما دايما لما بتكلم مع حد مش بيصدق يعني في ربنا وكده ويكون بيقول ان لو انتوا بتقولوا ان كل حاجه مكتوبه وخلاص وربنا عارف مين هيدخل النار والجنه هو ده عشان احنا فاكرين ان 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 التايم يعني التايم هنا وبعديه ربنا بعد كده احنا بس هو مش <applause> it doesn't work that way هو مش الوقت مش بيمر وربنا بيكسبيرينس الحاجات دي معانا هو هو احنا مش هو ربنا عشان احنا نعرف نكسبيرينس الحاجات دي كلنا كلها حطينا التايم عشان نستوعب اللي بيحصل ايوه 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 عشان لو كنت حاجه لو كل حاجه اتحصلت في نفس الثانية. الثانية. أيوة الثانيه ايوه ايوه يو ايوه في نفس الثانيه كنت حاسس هو طب انا يلا انت <أحنا أمريك> أيوة تخيل, <تخيل <تكلم> انت لو بتكسبيرينس مش حياتك انت يعني انت لو مثلا لو عشت لحد 140 سنه يو الإكسبيرينس الحياه كلها تخيل بقى الحياه كلها باعمار الناس كلها بقبل بدايه يعني. البني ادمين بالديناصورات بقى بكل حاجه ومش عارف ايه تخيل كل ده كان اتعمل في اتعمل فيه توت توت كان كنا <عن تصفيق> كنا ان هي انفير قوي حلو قوي انت بتقوله كنا حاسس ان هي انفير بزياده انا حاسس ان انا انا دايما كنت مقتنع بان هي كان في حد مش فاكر قال لي ده زمان ان هو ان احنا احنا عندنا اربع دايمنشنز فاحنا كمان عايشين في الاربع دايمنشنز هايسين ون وي أولويز أسيوم إن ربنا أبايد للأربعة دايمنشنز دول طول <applause> عرضه وارتفاعه وزمن ومكان بس ده كلام فاضي هو ممكن يبقى فيه 133 دايمنشن مختلفين إحنا مش وي cannot إيفن understand يعني بس حلوة حلوة قوي حتة وال والتايم دي قوي يعني أنا بحس إن هي دي ال. I love it مش مصدق قد إيه أنت تقول كلام حلو هي دي اللي بتصبرني على حاجات كتيرة <applause> يعني هي دي اللي هي دي اللي بتبقى بتبعدني لو ح... نرجع بقى لكام حلقه اللي فاتوا اللي هي الحلقه اللي كانت فيها منتال بريك داون رهيبه من حته ان انا ببص على نفسي مش ببص على نفسي بكاميرا بره جسمي بسبب الموضوع ده بسبب ان انا بحاول على قدر امكان ابص على العالم كله مش في التايم بقى فاهم قصدي؟ يعني م... مش يعني لو ببص حد مثلا بي... بيقتل حد ومش عارفه ايه وبيعمل جرايم مش عارفه ايه مش بعرف ابص لها في في اللقطه دي بس بحاول ابص لها بالكون كله بقى بالوقت بتاع الكون كله <تصفيق> 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 وبص على الحته الصغيره قوي في العالم في الوقت بتاع الكون كله دي لما هو قتل حد ولا اتغاشم على حد وضربه وقتله ف بتخليني مش هصغر الموضوع مش هقلل من الموضوع اكيد بس بتخليني ابص للموضوع بطريقه أوبج... يعني مش اسمها ايه اوبجكتيفلي ولا سبجكتيفلي ايوه اوبجكتيف <applause> اه مش اكتر من ده مش انت انت لما بتسمع كلمه روحاني يعني بت... بتحس بايه انا اعتقد كل كل شويه الحاجات بتتغير يعني جدا يا لا اعتقد ان ده انت عارف انا كنت 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 أقول لك انا هو كان موضوع دكتور يحيى لما مات ربنا يرحمه علينا وفي في حد اسمه يحيى الرخاوي استاذ كبير او طب نفسي هم مات فكانوا بيحاولوا يعملوا له زي فيلم يعني كده اهو فانا كنت بعمل ما علينا المهم حوار كبير قوي م. فكنت بشوف لقاءات كتير وحاجات كتير على بتاعته يعني؟ ف... اه 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 فعشان نمنتج يعني فما كما طلع مع محمود سعد <applause> ومحمود سعد قال له انت اتعلمت ايه من رحله حياتك؟ سؤال اللي هو يلا بينا نسال حاجه ساذجه قوي ساذجه قوي في برنامج ربع ساعه فبالظبط فتجيب اجابات رهيبه عشان ذيس واز هاو دكتور يحيى دلت وذت يعني لو انا هقول حاجات عميقه وتحفه بغض النظر ان في ناس مختلفه معايا بس هي واز بريتي سيجنفيكنت ليا شخصيا وكثيرابي وورلد يعني بس معنى علينا المهم ف فهو بيقول اتعلمت ايه من قصة حياتك؟ فهو دكتور يحيى دي كانت اخر حتة في الفيلم يعني اللي هو الربع ساعة اللي انا عملتها حياتي دي. <applause> آه فهو قال انه آه ان فيش حاجة بتثبت على حالها انه انه فاكس فكرة يحيي الثبات على المبدأ هو بالعكس هو يسقط الثبات على المبدأ حتى علاقتنا مع ربنا. ان هي دايما بيبقى فيها رايح راجع وهات وخد و هو قال قال حتى علاقاتنا مع ربنا على اساس ان دي الحاجه الوحيده اللي احنا المفروض كبني ادمين نبقى ان هي ما ينفعش تتغير او م -م -م. فهو كان قال ان حتى دي ات ذس ليفل في حياتنا محتاجه ان هي تتغير طول الوقت وان هو يبقى في قرب وبعد ورايح وراجع yes, وحياة وحاجات yes. كتير قوي عشان لو مفيش آه. تغيير مش هيبقى في ديفلوبمنت بالظبط يعني yeah. وعشان عشان كل حاجه بتمشي في في سيركلز وفي ودايناميك وحاجات كده وان mm -hmm. الدنيا كلها بتقعد تتحرك في دواير و... يعني في حاجات كتير قوي من الحاجات اللي بقعد اقولها في ال, في ال, في الثيرابي كتير ان الحياه بت... ان حد لما يجي يقول انا رجعت لسكوير 1 مثلا تاني هو مفيش mm -hmm. حاجه اسمها سكوير 1 هو زي سبايرال بيعرف اه هو بي, بيبص انت... عليها كانه خط يعني اه هو هي مش هي مش 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 خط هي دي حاجه بتعلى لفوق فانت ممكن تعاني في نفس ترجع لنفس المشكله تاني بس اون هاير ليفل فهيبقى معاك اسلحه اكتر وهكذا يعني. يا yeah. فانه اه ما فيش حاجه بتفضل بس هي في التغيير الكتير ده هي اللي من ساعتها بيحصل الديفلوبمنت يعني. فانا اعتقد سبيريتي كل كل شويه بيبقى ليها معنى مختلف بالنسبه لي خالص. اعتقد دلوقتي معناها بالنسبه لي كونكشن. وانه انا المفروض احافظ على الكونكشن ربنا او حاول اديفلوب ات لان انا اي توك ات فور جرانتد سنين كتير قوي 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 انا يعني كنت فاكر ربنا ده اللي هو الحد اللي هو هندعيه يا رب نجيب اي ستار في البيولوجي فاهم قصدي اللي هو يديني ستار بس سربرايزنجلي بس, بس، سربرايزنجلي ان ان بحب ان ان ات ذات واي برضه يعني فاهم قصدي يعني آه. ساعات بحس ان الناس بتسترخص ان هي تدعي ربنا على حاجه عبيطه بس هو ذات ذا بوينت لا 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 هو ده لازم هو لازم انا أوه. راح بروح ربنا في كل حاجه ده بالعكس ده دي هي دي ات كمز وذ ان هو الحاجات الكبيره والحاجات الصغيره yeah. وان احنا من دايما بس اه هي دي الفكره ان هو انا بس زمان اعتقد زمان كانت اللي هي الحاجات الموروثات اللي هو انت محتاج تتعب في المذاكرة فتدعي ربنا ساعتها فربنا يديك على قد تعبك ليتل دي داينون ان انا ممكن اتعب في المذاكرة بس في نفس الوقت اخيش وممكن ما تتعبش في المذاكره وتدعي وتبقى <تصفيق> <تصفيق> تبقى انجح طبيب في, العالم. <تصفيق> 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 في تاريخ الحياه وممكن ما ادعيش وما زكرش ويعني ليتل ان هو اعتقد وانا صغير ربنا بالنسبه لي was tied to fairness اللي هو العدل المطلق وانا ما كنتش فاهم ان عدل بالنسبه لنا ك كليفل متخلف مختلف خالص عن العدل بالنسبه لربنا فاهم قصدي؟ احنا العدل بالنسبه لنا <applause> اللي هو ايه ده انا ذاكرت يبقى انا لازم انجح ايوه بالظبط اللي هو ايه انا بني ادم أنتو <applause> ذاكرت انا بيتصدق يبقى بنتي تتجوز بقى فاهم يعني حاجات كده هو فاهم اللي هو والناس <applause> بتتصدم بس انا اعتقد ان دي صدمه كبيره قوي بتبقى في الحياه اللي هو انا I'm doing good يعني هو ده اللي بيخلي الناس تبعد our... هو ده اللي بيخلي الناس اصلا تبعد عن ربنا حتة اللي هو ان هم فاكرين ان the rule of praying uh, فاكرينها الرولز بتاعت البني ادمين اللي هو لو انا رحت لابني وقلت له uh, لو ذاكرت هجيب لك شوكولاته فانا لو بالزبط. لو ما جبتلوش شوكو الشوكولاته بعد ما نجح اه ذس از نوت fair عشان اي promised هيم اون ا هيومن سكيل او هيومن ليفل بس كده. احنا بناخد بقى الليفل ده <applause> تعلمي مع ربنا اللي هو طب انا طب انا هبطل سجاير النهارده بس <تصفيق> <تصفيق> بس ما تقولش لابويا ان انا بشرب سجاير ما تفضحنيش بالظبط 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 فبحس انه بس اعتقد هي yeah. دي عشان كده هي فيها مستويات كتير قوي يعني هي وهو تم اعتقد برضو ان من رحمه ربنا هو تم هو فاهم ان البني ادمين هيحسوا بيه على مستويات مختلفه اي ثينك ان ده حاجه كويسه بس انا اعتقد ان انا زمان كان في لحظه اللي هو كان بتعب قوي في في المذاكره وانا متعود اللي هو انا بذاكر وبجيب درجات فان الدنيا كانت سموث لحد لما كان في لحظه كان فيه امتحان فيه في امتحان اكاونتنج كده تعبت فيه قوي والله بكلم بجد في ان فيه. حاجه ملهاش علاقه بالبروفيسور خالص اه بعدين كنت أرى. انا على فكره بحب الماث قوي والاكونتنج قوي بس مش عارف ايه دخلت بس معنى ف بحب الاكونتنج قوي دخلت كنت متحمس له قوي وجاوبت احسن حاجه في الدنيا وانا كنت بجيب ايه في كل حاجه كنت ايه ستودنت كده مستريح فاهم ده نجم كده فاهم خلاص النجم جه نجم, نجم راح بس ما عنديش علاقات بالناس برض. فلو نردي كده ولونلي فيري لونلي فاهم انا في هذه اللحظه لما الدرجه كانت وحشه كنت في ديناير رهيب وما كنتش فاهم ليه ده بيحصل وكأي وك ريسبونس طبيعي كنت قاعد غضبت على ربنا ولو ما مف ينفعش كده وكنت صغير كده تافه امم هو انه طول فترة حياتي كل ما كان بيحصل حاجات زي اللي هو وعملت تظلم بقى وطلعت برضه درجة وحشة كده كده ف م -م. It, it didn't have a happy ending بالعكس it was sad endings بس yeah. اعتقد نفس الساد اندنج دي شبه الساد اندنج اللي هي لما كان موبايلي اللي انا القصه حكيت لك عليها اللي هي غيرت لي حاجات كتير قوي انا يعني كنت بقيت مع جيمي وكنت بحكي له انه انا كان عمري ما بشتري نفسي حاجات غاليه خالص زمان في حياتي عمري كنت بجيب لنفسي اي حاجه عدله كنت دايما اللي هو حاسس ان هو المفروض الواحد يحوش عشان يجيب حصاله حاجه كده كانت تخلف في عقلي يعني عشان ف... يحوش اجيب حصاله عشان احوش فيها تاني عشان احوش فيها تاني اه احوش عشان يجيب حصاله اكبر عشان يحوش فيها تاني او ما كنتش بحوش حتى اي did اي didnt know ان الواحد المفروض يجيب لنفسه حاجه فكنت جبت لنفسي موبايل اظن يعني... احنا دلوقتي شرحنا كونسبت <applause> البنك هاو بانك جاد ديفلوبمنت اكتر عشان تجيب حصاله صح صح 100% قولوا فكنت فا ماشي صوت الفرخة دي؟ صوت فرخة اه مش هيبقى مفيش صوت فيل تاني؟ ايه ده ليه؟ عشان جبت سجادة صغيرة كده تحت الترابيزة فمش في صوت فيل بجد كان فعلا مش هيبقى في صوت فيل تاني خلاص دي كانت الناس بقى اخر مره سمعوا صوت فيل او كده يا جماعه دلوقتي هنشغل مزيكات باي باي صوت فيل فهنشغل <applause> كل المرات اللي سمعنا فيها صوت الفيل <applause> ب... نحط صمت مش مزيكا عشان رمضان بقى بس <applause> فكنت بقول لجيمي ان هو انا اخيرا جبت موبايل وكنت مبسوط بيه قوي وكنت اللي هو مرتبط بيه قوي وكنت فرحان بيه قوي وكنت حلو قوي كده اهو هو الكلام ده كان وما... انا فاكر القصه بس اقول لهم كان امتى <applause> ده كان 10 سنين 8 مم. سنين 8 9 سنين حاجه كده آه، آه، وكان احسن حاجه اشتريتها في حياتي كنت مبسوط يعني بيه كنت براود اوف مي اند الموبايل ده كان عاده بعد اسبوع الشاشه باظت آه، ورحت وديته عشان يتصلح فضل قاعد شهر وانا قعدت اكلم بقى الناس بقى بتوع الاصلاح ومحدش راضي يصلحهولي لي وبعدين no. بقى في حاجات كتير وحوارات كتير وحوارات كتير وبعد كلمت مع جيمي فاكر انت قلت لي ايه ساعتها؟ لا بس انا فاكر القصه بس مش فاكر انا قلت لك ايه خالص بس انت كنت قلت لي انه ممكن يكون ربنا بعت لك مسج عشان ما تتعلقش ان بالحاجات ان انت ما تتعلقش بحاجات ما معنى كتير في الدنيا دي لأنو... لانه this might be a message انت لان انا كنت بيتر قوي في الحته دي يعني انا الموبايل ما على فكره <applause> على الموبايل هو كان سيمبل ليه أنا 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 أول مرة أشتري لنفسي حاجة أي نيدد يعني فاهم قصدي اللي هو كانت كان سيمب ات حاجات كتير قوي في الحقيقة no. فأعتقد دي كانت المرة اللي أنا حسيت فيها إنه إيه ده طب إت ميكس سنس ورجعت القاهرة ده آه... لما إتحرقت في الشمس ساعتها يعني no, أه لسه لسه جلدي متغير من اليوم يعني بس أه بس لما رجعت القاهرة انا فاكر ان انا نمت في يوم انا سنسيرلي فلت ان انا اي ونت تو ليت جو اوف الموبايل بسعره بكل حاجه مم. وما كانش غالي لوكينج باك ما كانش ايفون كان موبايل موتورولا بس سام <applause> هاو بس, بس, بس ستيل بس اللي 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 لو ستيل لو آه إيه كان, كان, كان يعني. بالنسبه لي اه ات واز اكستريملي بريشس و اي اي ليت جو لأن انا حسيت ان انا حتى الموبايل ده عمره ما جالي تاني في حياتي اي دونت كير هحاول ابقى على قد ما اقدر ترو تو هو جاد از يعني وان انا هحاول ابقى محترم واول ما اي جو تاني يوم الساعه 8 الصبح بعتولي لي مسج على استلم الموبايل يعني ايه ده بجد؟ اه تاني يوم ف it انسين ان هو اه اي هاف تو لات جو وفي حاجات دنيوية القصة دي اتكررت على مليون على كذا مستوى mm -hmm. ودايما بفتكرك يعني القصة دي اتكررت في مستويات تانية كتيرة. يعني كل ما احس ان انا يا لهوي على الشطاره مثلا حاجه كده او اي حاجه اي هاف تو بي هامبلد اي هاف تو بي هومبلد اي هاف تو بي على طول فبقيت بخاف قوي من اللحظات مش بخاف بقيت اللي هو ببقى كيرفول قوي ان هو ثانيه اللحظات اللي انت هتبقى حاسس فيها ان انت جامد قوي هي دي اللحظات اللي في الاغلب في حاجه غلط مش هتحصل بس ان في حاجه غلط بتحصل جوه دماغك دلوقتي this not compatible <applause> مع ده و آه... اخرهم ان انا مثلا كنت بحب انجلترا جدا انا مستعد اعيش حياتي كلها في انجلترا و... ولو حد اداني خمس حيوانات تانيين هعيشهم كلهم في انجلترا اي دونت كير بس لما رحت المره دي برضه اي واز لوكينج فورورد ان انا ه... هنبسط بس ات wasn't spectacular زي ما كان في دماغي واتسحلت جامد قوي ات was فيري hectic وتعبت <applause> فكنت قاعد بفكر ان هو ده it's مور and more messages ان هو I need to be humbled وان هو الدنيا دي I shouldn't be attached فكل ما ببقى هامبلد اكتر اعتقد كل ما ببقى هنا بقى الحته spiritual ان هو انا عايز زمان كنت عايز اصلي كنت بصلي عشان لازم اصلي <applause> بس دلوقتي بحاول اغير ده ان انا I am trying على قد ما ده انا لسه بتغير الـ الـ ده ده. بحاول اغير approach <applause> ان انا I want to look forward to a connection يس يس فا از وات مينز بالنسبه بس مش الزنقه بتاعت اللي هو كورباج لازم اصلي ولا هتضرب يعني مش مش هذه الزنقه لان ده قعدت فيها طول عمري وبصلي بس اتفلت ان هو يعني مخي كان ساعات بيمثلي اللي هو اه انت فش كل شهر مره كده بالليل ما تصليش ما تصليش العشاء مثلا فتبقى انت عملت لنفسك حاجه كويسه فاهم التويستد انت إيه ما دوستش على نفسك عشان تصلي العيشه فاهم قصدي؟ لا ممكن تريفريز عشان مش فاهم أم. يعني مثلا يعني انا مثلا كل كل شهر كل ثلاث اسابيع مره مثلا ابقى بالليل الساعه 2 الفجر 2 الصبح مش الفجر 4 8 المهم 2 الصبح الا لو انت في الاسكا لا لا 2 الصبح وبعد كده اللي هو خلاص هخش انام طب ايه ده محتاج اصلي العيشه لا لا خلاص you give it to yourself this ان انت ما مثلا انا خلاص ان هو تمام انا ده عشاني بقى المره دي انا I'm taking care of myself قصدي okay, okay. فاهم؟ بس هي uh, uh, لما... <applause> هي لان هو... أنت... أن هو خلاص انا انت عامل رجيم طول طول عمرك مثلا بس خلاص يقول... انت هتدي لنفسك سلايس اوف كيك مثلا فان فيري ديفرنت عن هو لا ثانيه اي ونت تو لوك بس بحاول I don't know I'm مش عارف ده هيأدي لإيه بس I think it's all about being humble فا spirituality بالنسبة لي is being humbled إن أنا إن اتس اوكي okay إن أنا بني آدم وإن أنا مش أحسن بني آدم في الكون اللي بينجح في كل حاجة لأ أنا بخيش عادي و فاهم اللي هو سقت ثلاث مرات في حياتي عملت حادثه في مرتين فاهم قصدي في حاجات كده يعني قصدي ان هي عادي الحاجات اللي هي من هذه ال... النوعية ان انا اي ام بس, بس, بس انا عاجبني الدكتور قاله انه انه هو فعلا لو انت لو انت كنت لو انت كنت بتصلي قبل كده عشان you have to من غير ما تكون حابب الموضوع لو ما كانش حصل التغيير ان انت اصل انت ديفنتلي ما اعرفش يعني correct me مي I'm رونج يعني بس ان اكيد ات some point انت بطلت شويه تصلي بعد كده رجعت أه تصلي عشان يو تو ولا لا 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 دايما كنت دايما كنت بصلي آه بس اجان صلي اللي هو ثانيه يعني هو ثانيه وانا بصلي بسرعه انا قصدي ان حصل دروب دروب في الاداء لا ما حصلليش دروب حصل دروب في drop الاداء <ayo> لا يعني قصدي عادي بتصلي مواظب بس ك ك لا هو ما كانش في كونكشن هو انا كنتش ببقى حاسس بالكون يعني هو ما كنتش فاهم ايه فكره الخشوع دي يعني. ما كنتش فاهمها ايوه خشوع ايوة هي يعني المفروض يعيط يعني بس مش اي دونت فيل ات فمثلا كنت منزلش اصلي يعني مثلا كنت اخش جامع مثلا الاقي ناس بتصلي جماعه فبحس ان هو مش إيه مش مستحمل ان حد يطول مش هستحمل ان حد yeah, الجامع مش هستحمل ان حد يقعد يعني بس اي ثينك انه كنت بتتعامل معايا على اساس ان هي كانه شغل يعني شغله task شور شغل اللي هو ايه اسهل oh. طريقه تقدر تخلص بيها التاسك دي أمم. Mm. Um, فاي ثينك ذا مور اي نو دلوقتي ان هو في فرق ما بين زي ما انت زي ما انت قلت بالظبط الريليجن والسبيريتشوالتي والسبيريتشوالتي بالنسبه لي دلوقتي اللي هو هي الدايمنشن مختلف من البيينج ان انت تكون موجود mm -hmm. وان هو اتس اتس كونكشن انا بحس ان religions is rules والسبيريتشواليتي هي how how are you going to use the rules دي؟ امم um, شويه يعني او مش قوي اعتقد اه اعتقد اه أعتقد, اعتقد بس إت, أ, مش بس how you're going to use اعتقد انت حاسس بايه وانت بتعمل الرولز دي؟, oh, دي يعني. oh, oh. I I اه 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 I think هي دي فلو انت لو اعتقد اعتقد عشان كده مثلا انا كنت مش عارف دي قصة هتبقى غريبة شوية بس واحدة من الحاجات برضو اللي هي حصلت في ال إذا مش عايز انت تحكي حاجة أنا لا 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 قول ما قول قول يور ثوتس أنا حاسس إنه أنا كان في مرة كان في وقت كده كان صعب أوي 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 في حياتي ريليشن شيب وحاجات هبل كده كتير أوي يعني وساعتها رحت سانت كاترين أوكي okay. اتقدمت لها اتقدمت لها سانت كاترين بقى <لباشي> على لا لا اسمه ايه ده؟ بالظبط <تكترين> 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 اه فرحت سانت كاترين وفي حاجة حصلت في سانت كاترين، أنا لحد دلوقتي مش عارف إيه اللي حصل في سانت كاترين، مش حاجة لوزعية مش ميريكل يعني، بس أجان نفس الف حاجة، كنت متوقع إن في حاجة هتمشي كويس في الحياة، خيشت، <تكترين> انت ساعات بتبقى سو ليبريتنج ان انت تفشل مش عارف ايه يا لهوي قوي قوي اه أوي يعني انت أوي. ان انت ان هو انت تفشل وت، 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 وتبرطع كده في الفشل <applause> فتبقى حاسس ان هو اه ايه اه تمام ايه ده انا تمام انا طلعت شو خيشت مثلا فاهم <applause> 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 قصدي؟ تمام اتس اكشلي a good thing a failure كده اهو ف... مم. فانا كنت خيشت تماما في كذا حاجه كده relationship wise يعني and it broke me down جامد قوي ما كانت لعنه الجبل and it was again the whole human condition ان هو انت مبسوط بالجبل بس زعلان على حياتك بس مستني الشروق يعني في في جنون كده فاهم turbulence عالي قوي انا يعني felt the presence بتاع ربنا قوي بقى في اللحظات دي مش عارف هل ده عشان اساسا سانت كاترين مكان spiritual بزياده لان هو في ثلاث انبياء عدوا من هناك انا بحس ان الـ 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 الله اعلم يعني انا مش بقول انه فورشور يعني أوه. بس بحس الـ Spirituality از اولويز وذين ما بحسش ان هي عشان في ناس طلع معايا سانت كاترين كانوا بيسبوا يعني فو ايوه يلو. ايوه احنا أيوة. بنعمل ايه يعني على طلعنا كل ده ليه لا ما دايما في ناس هتبقى كده فور شور اه عشان كده مش بحس Spirituality از وذين <applause> <is within>. انا <applause> حاسس بس ان بتبقى ممكن تبقى تريجرد <applause> شويه أي يعني هي ديفنتلي تريجرد بس انا قصدي آه. انه لو ما فيش مكان شغال جوه جسمك جوه مخك ايوه هتنزل <applause> هو <applause> يعني طلعنا كل ده هننزل تاني اطلع ليه <تصفيق> <تصفيق> يعني في ناس لحد دلوقتي كت... بي 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 بيتشائموا لما بي بيسمعوا كده ك... <applause> سيريس سانت كاترين كاترين لما ما... بقعد معاهم <applause> انا بالنسبه لي هو سانت كاترين كان 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 حاجه مش طبيعيه لان انا كنت رحت هناك والهدوء وال... بقى بتاع ال... ال... الناس وال... والمنطقه اه وال... اصلا وال... فكره ان انت تطلع و... وتتعب بتحس جسمك بيتهالك كده يور شادينج كده معرفش يور شادينج ايه هو كده كده البردن آه. موجوده بتاعت الحياه مستنياك تحت <applause> بس في there is something about بحسها حاجه قريبه كده لل... 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 للهنود الحمر لما بي... بيحششوا عارف انت لما حد بيدخل اللي هي الكوخ ده اللي عباره عن ساونا ويقعد يدخ... أيوة حاجات.. أيوة انا أيوة. بحس ان, إن... طلعت سانتا كاترين دي كنت تعبان قوي وكنت اوت اوف شيب بزياده اه <applause> انا كنت اوت اوف شيب برضه بس كنت طالع وشايل شنطة ومش عارفة ايه وبتاع وبنسند بعض وبتاع حسيت اللي هو لما طلعت بقى واتفرجنا على على الشروق انا قلت لي قاعد لوحدي سبتهم هما يقعدوا في سكاترد اراوند عاملين بيت صوروا عاملين بيعملوا بي حاجات انا كنت قاعد و... و... مش هقول لك بقى حسيت بقى بجد كل هموم الدنيا راحت مش مش كده يعني <applause> بس كان في كده مومنت اوف سيرينيتي كده اللي هو مش عارف بس كان في ريلاكسيشن فيلين كده ما عرفش ليه ما ده انا يعني اعتقد ده نفس من احساس مختلف yeah. اعتقد وات تو مين وانا على سانت كاترين انا كان في لحظه كده اللي هو بصيت ساوث الجبل او خلي او ويست الجبل mm -hmm. فكان في ضلمه ونجوم وقمر وستارز و... يعني زي نجوم يعني ضلمه mm -hmm. يعني وبعد كده في... انت بتبص الناحيه الثانيه من الجبل فبتلاقي الشمس بتشرق فانا mm -hmm. شفت زي الكرة الأرضية يعني شفت اللي هو السيكونس يس يس فاهم قصدك فبالنسبة لي كان مش عارف ايه اللي حصل ساعتها بس أنا حسيت ان هو يعني أو دي جملة طلعت لي بقولها كتير ان أنا لقيت ربنا في سانت كاترين يعني ات سو امبورتنت بالنسبة لي از ان اكسبيرينس ان هو يا ومش so... مش عارف بقى باخد نفسي بس ات سو امبورتنت ان هو وهي برضه مكان مكان رهيب يعني هو روحاني بزيادة يعني أنا بحس ان نيتشر عامة بس هي عشان كانت نيتشر تقيلة قوي بحس عشان كانت نيتشر متعبه <applause> يعني بحس ان 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 لازم عشان اعمل لها حاجه ايكوفلنت في جنينه لازم اقعد في الجنينه دي مثلا ست ساعات <applause> آه, اه 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 طبعا بحس افرهد من القعده مثلا من... <applause> فتقوم تسب الجنينه <applause> <applause> بس هل تفتكر ان في سبيريتشواليتي في الفشل وسبيريتشواليتي في الخوف وحاجات كده بمعنى عشان افكرش فيها قبل كده ان انا الواحد لما بيبقى خايف بيبقى حاسس ان هو كونكتد اكتر غير الواحد لما يحس ان هو ما فيش بنات تاكل جبنه شيدر عندنا كده فاهم قصدي مش عارف انا بحس ان انا بفهمش الناس ال... ال... الغشيمه السبريتشوال <تكلم> يعني هم وان دي say ان هم سبريتشوال انا مش بفهمهم يعني اي حد ذات لاكس امباثي ببقى مش ببقى مش مستوعب هل هو يقدر يبقى روحاني ولا لا عشان هما بيقولوا ان هو مثلا مصنح... فاهم قصدي يعني بحس اي شوية. حد مش عارف يحس باي حاجه حواليه بحسه لا هو ريليجيوس مش سبريتشوال او الله اعلم يعني بس أعتقد. انا بحسها كده يعني. انا اعتقد كمان اعتقد الديس ادفانتج او الادفانتج اللي عندنا اعتقد ان ارت بيصب في السبريتشواليتي شويه اه بس مش كومبليتلي يعني بس مش كومبليتلي خالص بس اي آه. ثينك ان هو مش ان انت بتفن بس قصدي ان انت عندك الحته اللي في مخك القابله على حته الفن اه درايفز اكتر ناحيه السبريتشواليتي يعني بحس ان هي الحته الكرييتيف يعني انا مثلا انا كنت مثلا موهوم قوي بالصوفيه مثلا مم. بس انا عارف ان انا لو انا كنت ليفت برين كده اللي هو ريجيد ورولز وبتاع كنت عايز لا كلام فاضي م. بس عشان حتى الرايت برين الكرييتيف اللي انا بحاول ادور على اشياء مختلفه او ارتستيك او حاجات كده اهو فاللي هو أم. بس انا بحس ان الارت ريسكي قوي في السبريتشواليتي يعني بحس انه بحس ان بحس ان الارت سهل قوي يبقى عدو spirituality <applause> <applause> ما اعرفش يعني يعني بحس ان اف ارت اف يوزد رايت يعني لو استعملت الارت باسلوب صح <applause> بحس ان هيصب في الـ spirituality بس بحس ان في ارت ممكن يبعدك عن spirituality او اي ثينك ممكن ابسط example ان لو حد ارتست وابتدى ان هو مثلا بيرسم لوح وكان بيرسمها بطريقه اللي هو انا انا بحس بالفرشه وبالالوان ومش عارف ايه وبلا بلا بلا <تصفيق> بلا بلا, <تصفيق> بلا. <تصفيق> بعد كده الموضوع قلب معاه بفلوس قوي ف او مثلا بأنه بان هو اتشهر فيتغر فبحس انه ان ايميديتلي إن الار ده بقى 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 انتنس قوي وساتوريتد قوي بكل حاجه ف يوم قاطع فجأة عن السبريتشواليتي وبيبقى صعب يرجع لها بحس كده قوي يعني انا موافق معاك 100% يعني بحس موافق معاك واعتقد ده جزء من اللي رايح راجع اللي احنا بنتكلم فيه ان هو اه قوي آه قوي قوي ان هو سهل اتس سو ايزي تو ميس الكونكشن ده عارف زي ويت... اللي هو الدايل اب مودم كده بتاع زمان اللي هو انت محتاج تقعد محتاج كل شويه تراجع نفسك زيرو تلات سبعينات تتخمش تتلف <تصفيق> <تصفيق> لا وبحس ان الارت من كتر ما هو حلو يعني المزيكا والرسم والتمثيل والحاجات دي الارت ده من كتر ما هو حلو وفري قوي بحس انه ممكن يدخلك بقى في حته مش اجينست بقى السبيريتي بس ممكن تبقى Spirituality بس مش في اتجاه الدين فدي بخاف منها قوي يعني دي من الحاجات اللي بخاف منها في الارت يعني ان, هو إن ممكن يعني يبقى حد سبيريتيوال قوي بالارت بس اتواند <applause> uh, عن الدين بزياده عن الدين بزياده اه <applause> ما هي عشان كل اللخبطه اعتقد هي برضو الأورتل اللي هو اللي بيتم استخدامه ضد الدين مثلا عشان انه مش انا مش هقول ضد الدين بس يعني لا أي لا في ارت لا ما فيه أرت في ارت بيبقى سيلف اكسبريشن ضد الدين دايركتلي يعني هو خلاص احنا ال او الناس بتعتبر ان الارت هو اسلوب تحرر من اي حاجه ريستريكتد من اي قيود اه بالظبط يعني no. بس اي ثينك ان هي الليله بقى كلها في هل الارت حرام مثلا so that would be ديلمه اخرى فاهم بس از spiritual بس هو دينية يعني في ليله كده كبيره قوي هذا في, yeah. في بس انا, دي أنا بفهم دي الناس دلوقتي. اللي بتقول ان ان حاجات في الارض ان مثلا الناس تقول ان الرسم حرام او او المزيكا حرام انا مش مش متفق معاهم انا بس بحس ان ان if that's their way of coping عشان هم خايفين ان هم لو ابتدوا يرسموا هيبعدوا عن ربنا ماشي ذن دو يو دو يو بوبو ايوه اه اه 100% بس بحس انه طالما انت بتعمل حاجه وبتوظفها بطريقه بحيث ان انت تبقى مركز اللي هو لا هو انا هو مش انا إله الفرشه دي وانا اللي برسم وانا اللي مش عارفه ايه وانا انا 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 بحس انه انه the moment you let go of وتخلي الارت هو يتعمل regardless of ده راجع لمين بحس yes. بحس ان ده اللي بيخليك grounded وهامبل اكتر يعني اعتقد ان ده برضه في يعني recently انا مثلا بقالي تلات ده في شغلي قوي يعني انا شغلي از مش هقول ارتستك بس ان هو you have to modulate it's considered مش حاسس انها بس قصدي ان هي اتس تكنيك بس هو مش تكنيك مش مش واحد اتنين ثلاثة اربعه خمسه ست كده يعني ويت ويز سو جريت زمان لما كنت بفتكر اللي هو دي شطارتي، الفكره دي فكرتي، فاهم قصدي؟ ما هي الدكاتره دا دايما الناس بتخاف منهم ان هم ممكن يبقى عندهم جد كومبلكس. ما هي دي اتس سو ايزي تو فول انتو اه بس اعتقد ال ان هو مثلا من قريب فكره ان هو هو ربنا انا ما كانش عايز يجيب لي الفكره اللي خلت الحد في اللحظه دي تبقى حد أيوة. كويس ده از is... يس ده از نوت كول يعني ما كانش ده هيحصل لو انا كنت فاكر ان انا شاطر بس هو لو ربنا قال لا فاكس مش هتجي لك الفكره دي مش هتجي لي <applause> خلاص از as از ذس فان الفرحه كلها ان هو ف... دي اول رياكشن ليا كانت اللي هو لا بس انا عايز ابقى شاطر كده هو لو كدا هو شيء كده هو بس اي اي تراي تو سولف ات ثرو ان هو بس اي ثينك اتس اوكي ان انت تاخد كريدت بس تبقى يعني تاخد كريدت من البني ادمين اللي حواليك بس انت مع نفسك تبقى فاهم الكريدت راجع لمين اتليست يعني اعتقد البني ادمين حوالى اه يعني مش هينفع بس انا اعتقد ان انا دايما يعني ببقى جنوينلي اي مين لما حد بيقول لي اللي هو شكرا انت كنت كويس معانا بس او اي حاجه من الحاجات دي كلها اللي هو لا هو يعني احنا اشتغلنا بس هو فعلا جوايا بيبقى اللي هو مفيش حاجه كده تحصل لو كان ربنا ما عايزهاش بس اي مور ات بيس يعني زمان كنت بقول كده بس كنت بحاسس اه يعني ربنا موجود بس انا جامد برضه يعني فاهم الفكره؟ ايوه ايوه فاهم ان انا شاطر برضه انا بذاكر وبحاول ابقى طيب وابقى كايند فانا شاطر فانا استاهل بس, بس, بس على فكره المفروض يبقى في مش برايد بس حاجه كلوز تو برايد ان ان يور اتول ما هي دي بقى الفكره هو دي هي دي الحته اللي انا بقيت أوه. بحاول ان هو اي سبستيتيوتد الاحساس ان انا شاطر باحساس ان انا اي ام اي شوزن في هذه اللحظه تو هيلب انذر هيومن بيين فذس از اكشلي هاير Yeah. آه بالنسبة لده and it's so freeing برضو ان انا مبقاش حاسس ان انا المسؤول يعني yeah. مية في ايه فبقيت مثلا yeah. في وقت مثلا انا هو مزنوق قوي مع client في وقت او حاجة صعبة قوي I actually بحاول I reach out لربنا اللي هو يعني انت you're the one ان انت هتساعد او مش هتساعد ف mm -hmm. آه ممكن تساعدنا هنا يعني we need it فاعتقد yeah. ان ده ال uh... lately what's been happening with me بس it's so hard ان الواحد يتخلص من ال 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 human ego بطاطس مش عارف ايه ده uh, يتخلص منه ولا صعب ان هو يكنترول قصدك؟ ما انا I don't believe in control انا اعتقد عامة في ال في ك ك و وكحياة اعتقد ان كل ما البني ادم بيحاول يكنترول حاجة كل ما الدنيا بتخيش اكتر أصل لو حاجة يعني لو حاجة يقدر يكونترول ليه لأ؟ لو حاجة في متناول اليد يعني لا 100% لو إف يو كان كنترول تمام بس أنا مش مم. مش مش أصل بني آدم بيحاول يكونترول كل حاجة صح؟ أه ده كده كده أه فهو كل ما تبقى الكنترول كل ما يبقى الفاليو بتاعه عالي أوي كل ما يبقى الناس حسن إن هو دوبل ولازم ونحاول ولو أنا إف آي كانوت كنترول أبقى أنا فاشل فالكنترول ممكن يبقى الاكسبشن مش الرول يعني هو ده اه اوكي اي فهمت قصدك اه يعني لو انا قاعد عمال بقول اه حاجه سهله وكل الناس بالكنترول وتمام واحنا كلنا المفروض نكنترول وانا كنترول انت كنترول والناس كلها كل تبقى عم كنترولينج ان يو ميك يور اون ديستني ويو دو يور اون فاميلي وحاجات كده والجنان ده كله <applause> وبعد كده حاجات تخيش يا اما ده هيخليك تبقى غضبان على نفسك يا اما غضبان على ربنا يا اما غضبان على اهلك اللي ربنا غضبان, غضبان على حد عامة اه اه there is so much anger in not being able to control and it freaks people out في حين انه a higher level would be انه انا I will let it flow يعني يا يعني فهمت قصدك اه بس هي control is اعتقد it's oversold يعني عشان كده الموجة بتاعت المديتيشن والacceptance والحاجات دي كلها is taking higher ground في الحياة بتاعتنا لأن هو it's على قد ما it's so much harder to accept عن the need to control بس إن كل ما تحاول to control أكتر كل آه ساعات it works 100% في بس في أغل يعني في أوقات بس ما تحطش أمالك عليها بالضبط كده لأن there mm. is no absolutely nothing you can control which is scary بس relieving في نفس الوقت كان yeah. في uh, uh, surprisingly يعني لسه مم. متفرج على فيلم من من كام يوم كده امم انا 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 كده كده انا وانت بنحب الافلام السبيريتشوال بزياده اكيد ااا أه وكلمنا قبل كده عن اجوست ستوري لو أنتوا <applause> ولا محدش أكيد. لو حدش فيكم اتفرج على اجوست ستوري اتس وان اوف ذا موست سبيريتشوال موفيز اي ايفر سين يعني انا اه أفروح. آه في فيلم انا شايفه من كام يوم ااا أه فيلم ابسيرد بزياده بس حلو قوي ايه بقى أه اسمه اسمه ايه أه اسمه ايه؟ you don't say it everything everywhere all at once اه ايوه اوكي اوكي اوكي, أوكي، سمعت ما معرفش عنه. انت شفته ولا لا سمعت عنه قوي أه <applause> الفيلم ده على قد ما هو بيبتدي بطريقه ابسرد قوي وانا <applause> عشان كمان بحب الحاجات اللي فيها تايم ستاف اوكي الفيلم ده انا هقول لك انا مش هحرقهولك بس هقول لك مغزاه يعني ممكن اوكي ممكن. آم يعني اه ممكن اه اوكي انا عاجبني ان ان عاجبني ان الفيلم ده بيدسكاس السبيريتواليتي بالزيادة عشان هو جايب التو اوبوزيتس بتاعت بين هاو تو بي سبيريتوال ان ايه اللي فعلا بيحدد نظرتك للحياه دي هل دي هتستعمل النظ عشان ممكن بني ادمين اتنين يبصوا على نفس الحاجات اللي في الحياه بس حد يشوفها تقيل إيه القرف اللي احنا عايشين فيه ده وحد يشوفها بان لا دي حاجه مطمئنه قوي فانا مم. الفيلم بيادرس الموضوع ده بزياده انه اتس they're looking at the same sentence they're looking at the same exact stuff بس حد بيتناولها بحته اللي هو ان العالم كيوتك ومفيش حاجة فارقة ومش عارفة إيه ويلا بقى نهبل نطيح في كل الناس بس الشخص التاني شايف نفس اللي اتقال ده بالظبط بس قال أه فعلا هي كل حاجة مش فارقة let's be nice يعني خلينا خلينا نتقبل الحاجات دي ونبقى actually مبسوطين إن nothing matters يعني خلينا مستريحين نفسيا إن nothing matters ون accept it ونبقى more spiritual إن إحنا شايفين العالم من بداية العالم لحد نهايته إن هو عبس وإن ما فيش حاجة و that we're in control of من وجهة نظرنا البشرية which is okay أنا بحس إن الفيلم ده بيدسكاس الحتة دي قوي واتبسطت قوي وعطا اعيط جامد قوي <applause> حلوه قوي الحتة دي نو <applause> no. Such a great movie اشوفه أول هو كسب اوسكارات آه وحاجه كده 8 تمانية يلا ولا يا لهوي اه 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 كتير أوه. بس الفيلم اندرستاندبل اللي, اللي في ناس كتيرة بتكرهه وناس كتيرة بتحبه اكيد اه يعني هتلاقي اللي هو مفيش بنت انا ما بتكلمش الجبنه الصيدر <applause> هو ده اللي ما بيحبوش شفت واحد بيشتم على فيسبوك اللي هو ابو افلامكم على ابو بلدكو حسيت ان هو انت ليه بتشتم البلد اللي عملت الفيلم ده دي حاجه عشان سنين عشان سنين ما اعرفش عشان ايه بس مين بيشتم البلد اللي عملت الفيلم يا يعني هل لو حد ما بيحبش تايتانيك يقول ابو امري مش استغربت جدا لو حد حد اوبنلي بيشتم البلد عشان هو متضايق ان ليه فيلم وحش ياخد اوسكارز كتير عشان وات ايفر بوليتيكال اجندا بتاعت الناس بس حوارات ان الاوسكارز ليها أجندة دي خلاص الف من الثمانينات يعني مش حاجه جديده يعني, <applause> يعني مش مش لا بس هو بس هو ليتس فيس ات هو الفيلم ده برضه فيه affirmative اكشن كتير قوي ان حته ان هو لازم نحط بقى حد من كل فصيله في الحياه وكده بس انا ما كنتش متضايق يعني انا عشت يعني كنت ببص على ال... على الكور بتاع الفيلم مش مش ان هو ده الفيلم <applause> هي في افلام فعلا بتتعمل زي فيلم افلام كتير المشكله, المشكلة دا... ان دي ايه ايه فيلم ايه؟ فيلم دا دين لبكي الاخراني ده مش فاكر كان اسمه ايه فيلم, فيلم وحش قوي اسمه ايه؟ بتاع نادين لبكي بس مش عارف اسم الفيلم اه ده عربي اوكي ما عارفوش. فيلم عن دراما زياده كده بس انا انا هروح اكسب جايزتين في ثلاث مهرجانات يا جماعه حاجه كده هو عارف اللي هو معمول قوي كده بس كان وحش اوكي اوكي فهمت حاجه كده اه uh, واتش شي وازنت زمان كانت بتعمل افلام uh, فيها ناراتيف اكتر من uh, من مغزى وحاجات كده الاجندة باسل <تصفيق> 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 افلام الاجندات باسل يا yeah. قديم أه <applause> كان في ايه تاني؟ كنت عايز اقول لك ايه؟ نسيت. انا شفت فيلم اسمه وايت نويز برضه كان حلو قريب بس مش عارف تمشي spiritual يعني. مش عارف. قوي قوي يعني. ده سبيريتشوال يعني؟ مش عايز انا انا عمري ما كنت بوصف الحاجات بسبريتشوال انا بقول لك انا كل السبريتشواليتي اللي في حياتي كانت اللي هي الكونكشن واعاده اكتشافه. بطرق مختلفه كل شويه و okay. والبعد والقرب عمري هل ما هل كان سبريتشوال بالنسبه لك انت لا انا بقول انا عمري ما ده كان واحد من السكيلز اللي بقيس بيه حاجه اي حاجه اي حاجه في الحياه غير ده انا بقول يعني انا عمري آه, okay, ما كنت okay. ببص مثلا على على مقطوعه موسيقيه اقول اه دي سبيرتش عمري ببص على فيلم اقول اه ده عمري ببص على مسرحيه اقول اه دي spirit. عمري عمري ما كنت بفكر كده كنت السبيرتشواليتي okay. بالنسبه لي بتقيس ا فيري فيري سبيسيفيك ثينج فاهم يا لهوي انا بستعمل كلمه سبيريتشواليتي والحاجات دي من زمان انا انا انا, أنا زمان خالص قبل ما قبل ما انت اساسا لما قلت جوست ستوري فيلم اكتر فيلم سبيريتشوال بزياده انا كنت حاسس ان هو انا مش انا مش فايق انا عمري ما مف... انا عمري ما فكرت كده <تصفيق> <تصفيق> انا اي بيزد اون هاو ارتستيك ات از بس يعني انت بتقول إن هو ده اكتر فيلم spiritual. فاروق نشوفه حسيت لا انا مش انا مش اكتر فيلم سبيريتشوال <applause> فاروق شافه انا عمري ما فكرت فيه ان هو بطريقه يا لهوي ده سبيريتشوال <applause> 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 انا م... انا ما فكرتش كده ايوه ايوه اي نو اي نو الا لو أنت... انت عشان هو جوست فسبيريتس يعني بس ده تفاهه يا سلام يا لهوي <applause> انا قبل 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 ما انا ومراتي نتجوز كنت اديتها هارد ديسك عليه افلام كنت عامل فولدر اسمه سبيريتشوال سبيريتشوال موفيز اخي يعني. مش عارف انا مش عارف ليه بسميها سبيريتشوال موفيز بس انا بالنسبه لي مش سبيريتشوال موفيز بس بحس انه تخليك تيجي ديب وذين يور سيلف آه يعني, يعني مفيش فيلم كوانتون تارنتينو سبريتشول مثلا في كوانتون ترنتينو آه. حلوته ان هو بيعمل احداث في احداث في احداث في اكسايتمنت البلوت حلو الكاركترز حلوه الديزاينز حلوه حلو فاهم اتس ان ارتستيك بس انا بحس وحلو. بقى لا يعني لو يعني انا بحس الدايلوج بتاع ترنتينو بيبقى ديب قوي يعني ده مالتي لاير كده انا لا انا مش بقول انه مش دي انا بقول لك بالعكس انا بحب افلام كوانتن عشان كده عشان هو ديب بس هيز نوت سبيريتشوال سبيريتشوال بالنسبه لي ان ان حد يحط آه آه ان لما كوانتن ترنتينو ما بيحطش لايرز تحت الفيلم هو بيبقى الفيلم هو اللايرز فاهم قصدي؟ يعني بتبقى الاحداث اللي انت بتتفرج عليها دي هي دي الاحداث ما فيش حاجه ان the ذا لاينز بتوين ذا لاينز هتبقى حاجه في الاورجن ستوري بتاعت الراجل ده بس مش 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 حاجه وهميه اكتر اه أو عندك حق. انا بحس السبيريتشوال موفيز <applause> اللي هو حاجه بتريزمبل حاجه في حياه الناس او حاجه بت, بت بتوحي لك بحاجه بس مش هي دي الحاجه اللي في الفيلم ايوه ده قصدي يعني. زي بنات موتوسيكليات كده بس اه بس فاهم سوري سوري جوك تافه <applause> الناس متوقعه في فايل... فاينل نوت بعيدا عن السبيريتواليتي يعني في مسلسل لسه مخلصه من كام يوم بجد انا كنت مبسوط قوي إن... ان في حاجه كده في مصر شفت بالتو؟ لا انا 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 المسلسل ده انت عارفه صح؟ لا يعني سمعت عنه بس ما شفتوش المسلسل ده حلو قوي بجد؟ إت... عارف الكوميديا العاديه <applause> أنا بحب أنا وحشني ده قوي في مصر بصراحة المسلسل ده فعلا حلو الكاركتر كاركتر ديزاينز حلو قوي المزيكا حلوة قوي التمثيل سيمبل بزيادة وال... والعادي ديالوج بني آدمين طبيعيين ما إيه... بقى اللي هو إيه يا محمود يوه يا سمي كده ما كنتش لا 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 بجد إت وس سوري فريشنج إن أنا أتفرج عليه كنت جينيولي مبسوط وكنت فعلا بضحك وأنا بتفرج عليه كانت was nice وحلوة الوليد وليد المغازي فيه بس مش مش رول مش رول كبير بعت له قلت له دي من احلى الحاجات اللي شفتها في حياتي تحفه نعم. وليد انا بحب وليد المغازي بصراحه وانا قوي بتمنى له الخير بتمنى له ماشي ودي كانت اولى حلقاتنا السبيريتشواليه استنوا حلقتنا الجايه مع الجاست سبيشال جاست which I am looking forward دي قوي yep. يوب اعتقد سبيريتشواليتي حاجه مخيفه مش عارف ما عايز اقول التيميتا مش قول قول اعتقد سبيريتشواليتي حاجه مخيفه وحاجه متغيره وحاجه مم. فيها اكلك من اني بطه كده اتس سو بيج يت سو سمبل سو تو بس اعتقد الجيرني از ورث ات يعني اه قوي 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 يا باسل يا باسل يا باسل ورثت يا باسل آه وما تنسوش التشاريتي عشان مهم يب شاريتي انا بقيت بحس ان 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 باسل هو اسلام بحس ان اه يعني احنا ما نجيب سيره سيره اسلام ما بقى يبقى شيل الحته اللي على مصر آه. الناس بيقلصوا أب علينا إن احنا في حتت بنقول عليها هنشيلها ومش بنشيلها مش بيتريقوا اهو هو اي مبسوطين ان <applause> <applause> الحاجات ما <تشلتش>. اه عادي يعني ماشي احنا ممكن ننهي الحلقه عادي ماشي ماشي يا جماعه بوي, بوي.